لمنافسة الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة. المرحلة الأولى كانت مخصصة لسباق ضد الساعة، والقميص الأصفر عاد لدراجي سوفاك البلجيكي بيلغيتا. اسماعيل ميلودي. أولى مراحل الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة للدراجات غابت عنها الحسابات الجماعية، وحضر التكتيك وصاحب الريتم السريع في سباق ضد الساعة على مسافة 2.4 كيلومتر بسويدانية. بداية دخلها نادي سوفاك بقوة بتقمص دراجه البلجيكي نيل جيتان القميص الأصفر بعد تحقيقه أحسن توقيت قدر بدقيقتين 57 ثانية و61 جزءا من المئة، فيما عاد القميص الأبيض لأحسن دراج أمال لحمزة ياسين من المجمع البترولي. Justement gagner le prologue, c'est bien pour la motivation, pour l'ambiance, le maillot jaune et tout ça. Donc, et puis après, l'équipe, le sponsor Sovac habite ici, donc pour moi, c'est une très belle manière de le remercier. الموعد عرف مشاركة 90 دراجا يمثلون 16 ناديا منها 7 فرق أجنبية. ينتظر أن يكون التنافس بينهم على أشده في المراحل الثلاث القادمة، كون هذه المحطة تدخل في إطار برنامج السي ل2018، وهي فرصة لكسب أكبر عدد من النقاط تسمح بالمشاركة في بطولة العالم والألعاب الأولمبية. الدورة اللي هي مسجلة في برنامج ورزمة الاتحاد الدولي تكون إن شاء الله كلنا على نفس الواحد إن شاء الله لإنجاح التظاهرة هذه. الموعد سيتجدد مع الملكة الصغيرة في المرحلة الثانية، وسباق على الطريق على مسافة 144.5 كيلومتر، الانطلاقة من زيرالدا إلى تيبازا ثم العودة إلى زيرالدا. في الكرة البرتغالية